هنا وعلى بعد أمتار من البنك المركزي وحوالي الساعة 5:30 فجرا انفجرت السيارة المفخخة بعد اعتراضها من قبل الحماية الأمنية للبنك، الأمر الذي أدى إلى إصابة 4 من الجنود. وكما ترون الأضرار بادية على واجهة البنك المركزي وكذلك المباني المجاورة للمبنى والسيارات المدنية والعديد من الآليات، كذلك ملعب الحبيشي المجاور للبنك ومستشفى الشعب التوليدي. وللمزيد من التفاصيل نأخذ هنا إفادة قائد الحماية الأمنية للبنك الضابط صالح الجوهري، وضح لنا المزيد من تفاصيل العملية التي حدثت صباح هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قام اليوم العمل الإرهابي الجبان مع الساعة 5 صباحا، يعني تسار الحاجز الأمني، لكن الحمد لله تم بعون الله تصدي العمل الإرهابي الجبان من قبل الحراسة الأمنية البنك المركزي وإفشال العمل الإرهابي. ونحن نعمل لأجل الجهد لحماية البنك المركزي، وسنظل، وهذه رسالة نوجهها لكل من سولت له نفسه أن يعبث في أملاك الدولة أو ممتلكات الدولة، فنحن على الجاهزية في أي وقت. وشكرا. شكرا لك صالح الجوهري قائد الحماية الأمنية للبنك المركزي. تأتي هذه العملية بعد أشهر من استتباب الأمن وتوقف مثل هذه العمليات، وأيضا بعد محاولات لاستهداف البنك المركزي منذ نقله من صنعاء واعتماده رسميا في العاصمة المؤقتة عدن. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.